أعزائي مشاهدي موقع روتانا الكرمل، نحن الآن في المعرض القطري السنوي لفنانين جمعية إبداع، وبهذه المناسبة نلتقي مع رئيس جمعية إبداع الفنان الأخ الأستاذ جمال حسن. مساء الخير. مساء الخير. يعطيك العافية على المعرض، شفنا معرض حلو كثير، شو الهدف من هذا المعرض؟ معرض هو عمليا إنجاز سنوي لتحصيل أعمال فنية لفنانين أعضاء إبداع. بعتقد أن المعرض هذا في عدده 27 فنان مشارك من الرابطة، وأكبر معرض قطري سنوي حتى الآن مقيم في هذا الكمية الكبيرة من الفنانين، ومن خلاله احنا نأخذ ومرات عمليا ومضات من أعمال الفنانين وعرضها في صالة العرض. حب أشير إلى صالة العرض لجمعية إبداع اللي إحنا فيها متواجدين، هي من أحدث صالات العرض في البلاد وفي دول أوروبية أيضا. يعني نحن نفتخر في مثل هذه الصالة التي قمنا على العمل بها وبنائها وترميمها ولتكون مواكبة لأعمال فنية معاصرة، وأكثر من ذلك حتى تجاري جميع صالات العرض في البلاد ودول العالم. ونحن نعتز بهذه على مدار حوالي 7 سنوات يعني قمنا ببناء هذه صالة العرض. نعم، ما هي الأساليب التي تعرضونها اليوم بالذات يعني؟ الأساليب متنوعة لكل فنان، أسلوبه الخاص وتقنياته وموضوعه أيضا على العمل. نحن ارتعينا أن لا نأخذ موضوعا أو اسما للمعرض بالنسبة لعدد الفنانين الكثير، لكل فنان كما تحدثت إلى أسلوب الشخصي و مواضيعه الخاصة به، ولكن كما قلت أيضا هذه ومضات من بعض أعمال الفنانين. يعني أنا أشاهد هنا مثلا أصدرتم أيضا كتالوج ملخص للعمل هذا. نعم، هذا الكتالوج عملنا عليه على مدة حوالي شهر كامل ب3 لغات، وهذا الكتالوج إن شاء الله سوف يصل إلى العديد من المؤسسات المحلية والدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليونسكو والتي نتعامل معها أيضا في دول عديدة، وسوف يرفق بهذا الكتالوج أيضا ديسك خاص عن جمعية إبداع ومشاريعها، ليس فقط من خلال المعرض إنما من خلال مهرجانات النحت التي تقوم بها الجمعية في الوسط العربي القطري والدولي من ناحية. نعم، نحن نتابع نشاطات جمعية إبداع، وسبق أن أقمتم تكريم للفنان منيسة بروكن في مجلس آسفيا المحلي. ما هي النشاطات القادمة التي تبرمجون أو تخططون لها؟ بحب أشير أنه أخي وصديقي فنان منيسة بروكن هو رائد من رواد الفنانين التشكيلي العرب ومن أوائل الذين تخرجوا من أكاديمية إسرائيل، نعتز به دائما وهذا بيته الدافئ ودائما هو صاحب محلنا، ونتمنى له دائما الصحة والعافية على مدار سنوات عديدة وطويلة. بالنسبة لبرامج إبداع هناك برامج عديدة جدا جدا، لكن سوف أختصر منها. هناك سيكون الشهر القادم إن شاء الله مهرجان نحت قطري في قرية أبو سنان، وما بعده أيضا مهرجان نحت قطري في قرية معلية، بالإضافة إلى مهرجانات نحت أخرى مخططة. سوف يكون إبداع معرض في المتحف الوطني في مدينة مارتن في سلوفاكيا، هناك مشروع نقوم عليه لعرضه أيضا في باريس، بما أني شخصيا بكل تواضع عضو لجنة ميموري أوف ذا فيوتشر ذاكرة المستقبل، وهي مؤسسة دولية في باريس. سوف ندخل إن شاء الله جمعية إبداع في هذا المشروع الذي أنا أعمل عليه شخصيا في البلاد في أماكن أخرى منذ أكثر من 4-5 سنوات. سوف تكون هناك معارض لفنانين إبداع وفنانين أجانب بما في ذلك من الوسط العربي إن شاء الله هنا في صالة العرض، والكثير الكثير الكثير من المشاريع نأمل أن الوقت يعني نتمكن يسمح لنا بذلك. وإحنا يعني لم يبقى إلا أن نرجو لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم وكل الاحترام على هذا العمل، ويعطيكم العافية. شكرا أستاذ كريم، وأهلا وسهلا بكم ومحل محلكم دائما. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. نلتقي مع الفنان الأب سلمان مولا. يعطيك العافية. يعني أعمالك أنت بتختص في النحت بالحجر؟ غالب الأعمال كلها حجر. شو هذا مثلا الفكرة منه هذا فكرة التحجر؟ أعمال تحجر الأشياء. الأشياء اللي موجودة هون حديثة جدا. نعم. موضوعية وموضوع حركة.
السم الخارجي والحجرات الداخليه في نفس الموضوع. كله من حجر؟ كله من حجر. حلو، لانه مبين برغي طبيعي يعني، مبين اشياء طبيعيه. هذا الموضوع حلو. من ناحية مهنية نفس الحجر نفسه منحوت في الطريق، مش تركيب حجرين مع بعض، نفط في الحجر هذا كله، هذا منحوت في الحجر بس معمول يعني بشكل طريقة معينة يبين كل حجر. يعطيك العافية، حلو كثير. وهون احنا شايفين زي بساط. السابقة اللي أنا على الخليج كنت فيها يعني أو شفتها أو قباتها أو كتبت عنها على العمل المميز جدا لكل التنين المشاركين. فبتعملوا معروف شوية هدوء. مين بدي يحكي؟